شو هذا؟ فطيرة الشوكليت. اوكي. عجبك يا اميرتي؟ نعم. يامي. الان وقت المساج، اريد تسوي لي مساج. تريدين مساج؟ حاضر حاضر. شكرا انك اخترتيني، احبك كثيرا. شكرا. ليش تحب ميري ولا تحبنا؟ لازم اخرب على ميري عشان الاميره تكرهها. شو بتسوي؟ تعالي معي. يلا خبي الذهب في شنطة ميري. يلا اهرب. انا اوريك يا ميري. واو وايد اغراب. تعالي استني استني. محل اريد ايس كريم. ايس كريم؟ اوكي اوكي. ايش محل الايس كريم؟ اميرة وصلنا محل الايس كريم. أمير اختاري آيس كريم. أي آيس كريم؟ بلدي. آيس كريم لذيذ. شيء ثاني؟ لا. تفضلي يا أميرتي. تفضلي الهدية. شكرا يا أميرتي. عفوا. لأنك مساعدتي مفضلة. لا أصدق، أنت أميرة طيبة. الآن بروح إلى غرفتي برتاح قليلا. ودي هذه الأغراض إلى غرفة الملابس. حاضر حاضر. غرفتي مفتوحة، المخلسة مفتوحة. خليني أروح أطلع مجوهراتي.
يلا طلع عقدي. يلا حط مجوهراتي في الصندوق. ها؟ وين صندوق المجوهرات؟ بدور ما في شيء. ما في شيء. مجوهرات اختفت. خليني اروح اسال العاملات. اجتماع سريع لكل العاملات في القصر. حاضر يا سيدتي. اختار صديق مجوهراتي. مين اخذه؟ ما اخذته. وانا بعد ما اخذته. وانا بعد ما اخذته. يلا روح ابحث عن مجوهراتي. اريدهم الان. يلا خليني ادور. اخذ مجوهرات اميرتي. وين وين الذهب؟ وين الذهب؟ ما لقيتهم. ما في شيء. خدمتي المفضلة. اوكي اوكي. انت مساعدتي المفضلة. روح شيلي مجوهراتي وديها في التسريحة. حاضر. ميري طلعت من القصر. أميرة أميرة لا أقولش الحقيقة. شو الحقيقة؟ ميري مظلومة. صاحبة الشعر الأصفر هي السراقة. متأكدة شفتيها؟ إيه متأكدة. شفتها بعيوني. سوزان تعالي الحين. شو صار؟ شو صار؟ أنت طلعت السراقة. لا مو أنا. إلا هي. إلا أنت. أخشي. أخشي ظلمت ميري. طلعت ميري هي المصابة. أنت السراقة. اعترفي بسرعة قبل ما أشغل الكاميرات. لا لا أنا مش سراقة. لقينا الذهب في شنطة ميري. أنت خبيتها في شنطة ميري. خذيت الذهب وحطيته في شنطة ميري. انت طلعت صداقة وخاينة. يلا تعال. لا انا مش خاينة. لا عيني. لا عيني. الحين لازم ندور على ميري. اوكي. ميري سامحينا. ميري انا عشان احنا ظلمناش. مين السراق؟ ابو شعر اصفر. هي طلعت السراق وطردتها من بيتي. الحمد لله الله انصفني.